السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي هنشرح الدايجرامات الموجودة في عامل الاناتومي. هما شوية دايجرامات بسيطة خالص وسهلة ان شاء الله، وتحفظوها من الفيديو. يلا نبدأ. بس نرجع مذاكرة. اللهم انا اسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عمياء بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، انك على كل شيء قدير. ما تنسوش تدعي لاخواتنا في غزة واهلنا في فلسطين، ربنا يفك أسرهم ويجبر قلوبهم وينصرهم عن قريب بإذن الله. نبدأ بقى. عندي هنا كده، ده التانج، تمام، ده اسمه اللور سيرفس، تمام. بلاقي هنا الفرينيولم، ده كده اسمه الفرينيولم. عندي حاجات زرقاء حوالينه يمين وشمال، بيبقى اسمها الديب لينجوال فين، ديب لينجوال فين. طيب عندي فولد هنا اسمه الساب لينجوال فولد، هنا كده الساب لينجوال فولد، تمام، بيبقى فيه الساب لينجوال جلاند. وعندي ايه تاني؟ عندي كده هنا الساب لينجوال بابيلا، السابلينجوال بابيلا دي بتبقى فتحة الدكت بتاعت السابمانديبولار دكت، يبقى هنا السابمانديبولار دكت اوبننج موجود فيها السابلينجوال بابيلا. نرجع على الدياجرام بسرعة. عندي هنا كده ده التنج اللور سيرفيس بتاعه، بلاقي تحته ايه؟ الفرينيولم. الفرينيولم ده ليجامنت اهو، واضح جدا وشكله واضح وظاهر، اسمه الفرينيولم. انا ناحيته يمين وشمال بلاقي حاجة زرقاء كده، ديب لينجوال فين، ده كده ديب لينجوال فين، ده كده سب لينجوال فولد، سب لينجوال فولد عنده السب لينجوال سليفري جلاند، تمام. هنا كده بيبقى فيه سب لينجوال بابيلا، السب لينجوال بابيلا دي بتبقى فيها فتحة السب مانديبولار دكت، السب مانديبولار دكت اوبننج موجودة هنا، تمام. ندخل على اللي بعده. قبل ما ابدأ فيه لازم اعرف ايه دول. ده كده عندي حدد بس البوزيشنز او الحاجات الاساسية اللي انا هبني عليها اسماء. دي كده ستايلويد بروسيس، ودي كده الهايويد بون، وده كده الجينيال تيوبيركل. طيب لما اجي اقول عندي مصل بتوصل بين الستايلويد والتنج، اسمها ستايل جلوسس مصل، دي كده البنفسجي، دي ستايل جلوسس مصل. طيب حاجة بتوصل بين الهايويد بون والتنج اسمها جينيو، اسمها هاي جلوسس مصل، دي كده اسمها هاي جلوسس مصل. الخضرة دي كده اسمها هاي جلوسس مصل. طيب عندي حاجة بتوصل بين الجينيال تيوبيركل والتنج اسمها جيني جلوسس مصل، جيني جلوسس مصل. طيب عندي حاجة بتوصل بين الجينيال تيوبيركل والهايويد بون اسمها جينيو هايويد مصل، الاصفر ده جينيو هايويد مصل. يبقى هرجع تاني كده سريعا. عندي ايه؟ عندي كده اسمه الستايلويد بروسيس، عندي ده كده اسمه الجينيال تيوبيركل، ودي اسمها الهايويد بون. عشان لما اجي اقول حاجه بتوصل بين الستايلويد بروسيس والتنج اسمها ستايل جلوسس مصل، بنفسجي اسمها ستايل جلوسس مصل. وعندي حاجه بتوصل بين الجينيال تيوبيركل والتنج اسمها جينيو جلوسس مصل، جيني جلوسس اهي الزرقاء دي جيني جلوسس. حاجه بتوصل بين الهايويد بون والتنج اسمها هاي جلوسس مصل، الاخضر ده اسمها هاي جلوسس مصل، تمام. حاجه بقى بتوصل بين الجينيال تيوبيركل والهايويد بون اسمها جينيو هايويد مصل، وكده الاصفر ده جينيو هايويد مصل. نرجع عليها مره تانية بسرعه. يبقى انا كده عندي التنج بتوصله بالستايلويد بروسس ما ستايلو جلوسس، بتوصله بالهايويد بون اسمها هاي جلوسس، الاخضر دي هاي جلوسس مصل. وعندي حاجه بتوصل التنج بالجلينيال اسمه الجينيال تيوبيركل بيبقى اسمها الجينيو جلوسس مصل. واخيرا عندي مصل بتوصل بين الجينيال تيوبيركل والهايويد بون اسمها جينيو هايويد مصل، تمام. نخش على الدياجرام ده. هنا جايب الاورال كافيتي. عندي اول حاجه ببدا بالهارد بلت. الهارد بلت في حاجات كده فولدس بتفكرني بالموجوده في الاستومك، كنا بنسميها روجي، هنا برضو اسمها روجي. يبقى الفولدس اللي موجوده في الهارد بلت اسمها روجي زي اللي موجوده في الاستومك. بعد كده عندي حاجه دوم شيب، حاجه دوم شيب او شبه القبه اسمها فيلم، فيلم دي كده اسمها فيلم. وعندي تو فولدس، الفولد الاولاني او اللي قدام كنت بسميه بلاتو جلوسس فولد، لكن هنا بسميه انتيرور فيشيال بيلر، انتيرور فيشيال بيلر. واللي ورا كنت بسميه جلوسو فارينجيال، قصدي بلاتو فارينجيال، كنت هنا بسميه بوستيريور فيشيال بيلر، تمام. وعندي بقى بينهم تونسل بسميها بلاتاين تونسل، بسميها بلاتاين تونسل. واخيرا بقى معايا اليوفيلا. هنراجع بسرعه. عندي هنا ده اورال كافيتي، ده كده الهارد بلد، في شويه فولدس كده اسمها روجي زي اللي موجوده في الاستومك، يبقى كده الفولدس اللي موجوده في الهارد بلد اسمها روجي. بعد كده عندي هنا حاجه دوم شيب او حاجه شبه القبه اسمها فيلم. وعندي تو فولدس، الاولاني اسمه انتيرير فيشيال بيلر، واللي ورا اسمه بوستيرير فيشيال بيلر، في بينهم تونسل اسمها بلاتاين تونسل. وعندي اخر حاجه هنا كده اليوفيولا. وطيب مولتاج دي كده باكسينيتور ماسل، دي كده الباكسينيتور موجوده في التشيكس. هرجع تاني بسرعه على الجرعه عشان خاطر الباكسينيتور. انا كده عندي هارد بلت،
دي فولدس زي موجوده في السترونج بسميها روجي زيها برضو. وعندي حاجه دوم شيب اسمها فيلم، وعندي تو فولدس الاولاني اسمه انتيرير فيشال بيلر واللي ورا اسمه بوستيرير فيشال بيلر، وبينهم بلاتاين تونسل، وبعد كده عندي اليوفيولا، وفي بره خالص كده على التشيك اسمها باكسينيتور ماسل اللي لونها احمر دي شبه المصل باكسينيتور ماسل. تمام. بعد كده هنا عندي ده مليان حاجات كتير بس انا لونتهم بحيث ان احنا ناخدهم تلاتات تلاتات. اول حاجه عندي تلاتة سابلينجوال او تلاتة لينجوال، سابلينجوال ساليفري جلاند دي كده، وتاني حاجه عندي اللينجوال ارتري اللي هو لونه احمر ده لينجوال ارتري، وبعد كده عندي اللينجوال نيرف اللي هو ده. ما انا هقوله تاني، عندي تلاتة لينجوال، سابلينجوال جلاند واللينجوال ارتري واللينجوال نيرف. عندي تلاتة سب مانديبلر، سب مانديبلر ساليفري جلاند دي كده اهي، عندي السب مانديبولار دكت والسب مانديبولار جانجيريون اهي. يبقى عندي ثلاثة السب مانديبولار، السب مانديبولار جلاند والسب مانديبولار دكت، وعندي السب مانديبولار جانجيريون. تمام. بس ما انساش وانا بقول ان ده الديب بارت بتاعها، السب مانديبولار سيريفر جلاند ولكن الديب بارت. طيب عندي ثلاثة ستايلو، اتنين مصر واحد ليجامنت، دي كده اسمها ستايلو جلوسس موصله بالتنج على طول اسمها ستايلو جلوسس، واللي جاي من ورا اسمها ستايلو فارينجيس مصل، ستايلو فارينجيس مصل، وبينهم اخضر ده ده اسمه ستايلو هايود ليجامنت، بيوصل للستايلويد بروسيس بالهايود بون اسمه ستايلو هايود ليجامنت. تمام. بعد كده عندي حاجتين نيرف، الكرينيال نيرف رقم تسعة ده اسمه الجلوسو فارينجيال، ورقم 11 اسمه قصدي رقم 12 اسمه الهاي جلوسس هايبو جلوسال نيرف. ماشي. واخر حاجه معانا هنا ثلاثة مصل كده، جينيو جلوسس مصل اهي بتوصل بالتنج على طول من الجينيال تيوبركل، وعندي الجينيو هايد مصل اهي تحت بتوصل الجينيال تيوبركل بالهايد بون، واخر حاجه حاجه ترانسبيرنت كده مصل مش واضحه قوي هنا في الصوره دي اسمها الهاي جلوسس مصل بتوصل الهايد بون بالتنج اهي. هقول تاني بسرعه كده، عندي ثلاث تلاتات قسمهم لي تلاتات. اول حاجه هنبدا بثلاثه لينجوال، سب لينجوال جلاند اهي سب لينجوال جلاند، وعندي اللينجوال ارتري واللينجوال نيرف. تمام. بعد كده عندي ثلاثه تانيين، ثلاثه سب مانديبولر، سب مانديبولر جلاند ولكن ده دي بارت، سب مانديبولر دكت والسب مانديبولر جانجليون. عندي ثلاثه ستايلو، ستايلو جلوسس ماسل وستايلو فارينجياس ماسل، وعندي الستايلو هايويد ليجامنت، ستايلو هايويد ليجامنت. عندي ثلاثة مصل تانيين، واحدة اسمها الجينيو جلوسس مصل دي كده الجينيو جلوسس مصل، وعندي الجينيو هايويد مصل، وحاجة ترانسبيرنت مش واضحة هنا قوي اسمها الهايو جلوسس مصل، كلهم بيوصلوا بالتنج ما عدا بس الجينيو هايويد. طيب اخر حاجة معانا هنا بقى، عندي اتنين نيرف والاتنين جايين من الكرينيال نيرفز، واحد رقم تسعة واحد رقم 12. رقم تسعة اسمه الجلوسوفارينجيال نيرف اهو ده كده، واحد تاني رقم 12 اسمه الهايبوجلوسال نيرف. تمام. بعد كده عندي دايجرام جديد اهو كلهم بيوضح، يعني الدايجرام ده جايبينه عشان خاطر بس يوضح لي المصل الريليتد للتنج. اول حاجة عندي ده ستايلويد بروسس بتوصله بالتنج اسمها ستايلو جلوسس مصل، ستايلو جلوسس مصل حاجه بتوصل الهايد بون بالتنك اسمها هاي جلوسس ماسل دي كده الهاي هاي جلوسس، وده كده الجلينويد اسمه ايه اسمه هفتكر اسمه الجينيال تيوبركل، ودي كده اسمها الجينيو جلوسس ماسل. وعندي بقى اخر مصل اخيره جايبها لي مع الهارد بلات والسوفت بلات، ادي كده الابنيروزس ده كده اسمها البلات جلوسس ماسل بلاتو جلوسس. يبقى قلت تاني بسرعه كده، عندي ايه ده كده الستايلويد بروسس بكده دي اسمها الستايل جلوسس ماسل، ستايل جلوسس ماسل، ودي الهايد بون يبقى دي كده اسمها الهاي جلوسس ماسل، هاي جلوسس ماسل، وده الجينيال تيوبركل يبقى اسمها الجينيو جلوسس ماسل، واخيرا البلاتو جلوسس ماسل متوصله اهي من السوفت بلات بالتنج على طول اسمها بلاتو جلوسس ماسل. تمام. عندي هنا ده بيوضح لي ال بروس جلاند والحاجات اللي ريليتد ليها، دي كده البيز بتاعتها ودي كده الايبكس. البيز عندها بس قبل ما ابدا كده، البيز كان عندي فيشل نيرف بيخش من البستر ميديال داخل من ورا اهو، داخل من البستر ميديال كان جايب برانشين معاه مدخلهم لي، البرانش الاولاني اسمه اوريكولو تيمبرال اسمه ايه بوستيرير اوريكولار نيرف، بوستيرير اوريكولار نيرف ليه اوريكولار عشان هو جاي من الاذن من ورا، يبقى بوستيرير اوريكولار نيرف. والبرانش اللي نازله تحت كده اسمه فيشال نيرف، فيشال برانش رايح فين؟ رايح لبوستيريو بيلي اوف دايجاستريك والستايلو هايد ستايل هايد ماسل، ده كده اسمه ايه؟ فيشال برانش تو بوستيريو بيلي اوف دايجاستريك وستايلو هايد ماسل.
تمام. ما هو بقى اداني قدام، اداني 5 برانشات. اول حاجه التمبرال برانش، بعد كده الزيجوماتيك، تمبرال برانشز، زيجوماتيك برانشز، وعندي باكال برانشز ومارجنال مانديبولر، واللي خارج من الايبكس السيرفايكال برانش. قلت لكم في الجارات وانا بشرحها، عندي هنا توتو زوغ بره، توتو وادي زوغ وبره باكال مع مارجنال مانديبولر سوسو اللي هو سيرفايكال. يبقى توتو زوغ بره مع سوسو، تمبرال، زيجوماتيك، باكال، مارجنال مانديبولر، وسيرفايكال برانش. المهم تحفظهم بالترتيب علشان يعني لو نسيتوا حاجة ترتبوهم وتجيبهم بسرعة. يبقى رجع تاني كده على الجار، عندي الايبكس وادي قصدي دي البيز، ودي الايبكس بتاعه الباروتيد جلاند. ماشي، عندي الفيشيال برانش كان بيخش بوستروميديال، جايب لي برانشين معاه، بوستيرير اوريكولار نيرف، وعرفنا ايه مسمينه اوريكولار. وعندي برانش تاني كان بيبقى اسمه ايه، برانش رايح للبوستيرير بيليف دايجاستريك والستايلو هايد ماسل، ده هنا كده نازل لتحت. وبعد كده عندي البرانشات بتاعه الفيشيال ارتري 5 جاي من قدام، تمبرال برانشز، تمبرال، زيجوماتيك، وعندي باكل ومارجنال مانديبولر والسيرفايكال، ده الوحيد اللي خارج من الايبكس. وهنا برضو نسيت اقول ان الخضره دي هي الباروتيد داكت، الخضره دي باروتيد داكت. يبقى باروتيد جلاند بتخرج لي باروتيد داكت، ورا 5 برانشات للفيشيال نيرف من قدام، وهو جايب لي برانشين من ورا، الواحد اسمه بوستيريور اوريكولار نيرف، والتاني رايح لبوستيريور بيليف دايجاستريك والستايلو هايد ماسل. وقلت لك الخمسه اللي فوق تمبرال، زيجوماتيك، وباكل، ومارجنال مانديبولر، والفيشيال نيرف. تمام، عندي بقى دي اسمها الجلينويد فوسة، دي هنا كده على تحت الزيجوماتيك ارش عند التي ام جي جوينت، اسمها الجلينويد فوسة. جلينويد فوسة ماشي، فيها ايه بقى دي؟ قالك من ورا بتبقى عليها عندها تريجس، شوف حدودها من ورا عندي التريجس، ده حتة الأذن اللي هي بتتحرك دي او بتقفل بيها، جربت تحطها كده اسمها تريجس. تحت بلاقي الباروتيد جلاند، وقدام بلاقي بروسيس اوف زيجوماتيك او زيجوماتيك بروسيس. فيها 3 ستراكشرز مهمين قوي، عندي واحد اسمه اوريكولو تمبرال نيرف ده ورا خالص، واللي في النص اسمه سوبرفيشال تمبرال ارتري، واللي قدام اسمه سوبرفيشال تمبرال فين. يبقى عندي فين وارتري ونيرف، فان اللي ورا اسمه اوريكولو تمبرال نيرف، واللي في النص اسمه سوبرفيشال تمبرال ارتري وسوبرفيشال تمبرال نيرف. استغفر الله، فان ترتيبهم من قدام لورا، ناحية قدام كده بلاقي نيرف، استغفر الله العظيم، بلاقي فين، فين اسمه ايه سوبرفيشال تمبرال فين، ورا ورا على طول بلاقي سوبرفيشال تمبرال ارتري، ورا خالص بلاقي سوبرفيشال مش سوبرفيشال بقى، بيبقى اسمه اوريكولو تمبرال نيرف. وعندي كده برانش صغنون كده ارتري، هنا كده اسمه ميدل تمبرال ارتري، ميدل تمبرال ارتري. وتحت خالص عندي برانشات ارتري وفينز اسمهم ترانسفيرس فيشال ارتري وفين، ترانسفيرس فيشال ارتري وفين. هقول بسرعه كده تاني، دي كده الجرانيت فصه، فيها ايه بالظبط؟ قال لك عندي من ورا بيحطها تريجس، ومن تحت باروتيد جلاند، ومن قدام الزيجماتيك بروسيس. طب جميل، عندي بقى في 3 ستراكشرز مهمين بيعدوا فيها مترتبين من بره او من قدام لورا بترتيب فان. الفي اللي هو الفين قدام اسمه سوبرفيشال تمبرال فين، وفي النص سوبرفيشال تمبرال ارتري، ورا خالص عندي اوريكولو تمبرال نيرف، وعندي برانش صغير كده من الارتري اسمه ميدل تمبرال ارتري. وتحت فوق الباروتيد جلاند على طول عندي ترانسفيرس فيشيال ارتري وترانسفيرس فيشيال فين. تمام، بعد كده عندي الجار ده، قصدي الدياجرام. هنبص اول حاجه على الصفرة دي، باروت سب مانديبولار سالفري جلاند، ده كده اللي قدام سوبرفيشيال بارت، واللي ورا اسمه الديب بارت. عندي دي كده، دي كده اسمها السب مانديبولار داكت، وطلعالي من الديب بارت اهي. تمام، في مصر بتفصل لي بينهم اسمها مايلو هايد ماسل، بتفصل الديب بارت عن السوبرفيشال بارت، السوبرفيشال بارت عن الديب بارت. تمام، وبعد كده عندي 2 ماسل، واحده كده عليها دراعين، اللي قدام ده اسمه انتيرير بيلي اوف دايجاستريك، واللي ورا اسمه بوستيرير بيلي اوف دايجاستريك. هقول تاني بسرعه، عندي كده الاصفر دي سما مانديبولار سيرفري جلاند، قدام اسمه سوبرفيشال بارت او سوبرفيشال لوب، واللي ورا اسمه ديب لوب. عندي الصفرة برضو اللي مكمله قدام دي اسمها سما مانديبولار داكت، سما مانديبولار داكت تفصل لي بين التو لوبس من السب مانديبولار جلاند مصل اسمها مايلو هايد مصل، مايلو هايد مصل. بعد كده عندي مصل بدراعين كده اهي ماشيه بالترتيب، ماشيه بالشكل ده، اسمها دايجاستريك مصل. عندي واحد اسمه انتيريور بيلي اوف دايجاستريك،
والدراع التاني اسمه بالسيريبول اوف دايجاستريك. تمام، اخر دايجرام معانا هنعرفه من ورا لقدام، ده كده اسمه ميديال تريجويد، ده ميديال تريجويد. وعندي مين تاني؟ ده ميديال تريجويد. الجلاند دي كده اللي عامله شكل مثلث اهي، عامله شكل مثلث قائم، شكلها عامل كده، او هي نايمه بقى كده بالشكل ده. دي كده اسمها السب لينجوال جلاند، السب لينجوال جلاند ماشي عليها دكت بتاعت السب مانديبلر دكت، ودول كده تعرفني السب مانديبلر سليفري جلاندز، ده كده الديب بارت، وده اللي تحت ده سوبرفيشال بارت، فاصله بينهم مصل اسمها مايلوهايد مصل. وعندي 3 مصلز كده اللي هي تحت خالص دي انتيريور بيلي اوف دايجاستريك، واللي فوق المايلوهايد دي اسمها جيني هايد مصل، واللي فوق خالص دي اسمها جيني جلوسس مصل. وعندي حاجه على الميكوزا مش هقول عليها، دي اسمها السابلينجوال بابيلي، السابلينجوال بابيلي مش هقول عليها على الميكوزا. هقول بسرعه تاني كده، الجاردة قصدي الدايجرام دي كده ميديال تريجويد، عندي جلاند دي اسمها السب مانديبولار سليفري جلاند، ده كده الديب بارت، وده كده السوبرفيشال بارت، دي كده الدكت بتاعتها، دي كده الدكت بتاعتها، فاصل بين جزئين بتوع السب مانديبولار جلاند، مايلو هايد مصل. تمام، في برانش كده او ارت اسمه ايه ده، نيرف اسمه لينجوال نيرف، لينجوال نيرف ماشي لي تحت السب لينجوال جلاند اهو، وفوق الديب بارت بتاع السب مانديبولار جلاند. ماشي، بعد كده عندي 3 مصلز كده تحت خالص اللي اسمها انتيرير بيلي اوف دايجاستريك، واللي فوقها اسمها جيني وهايود مصل، واللي فوق خالص اسمها جيني جلوسس مصل. مشاور على حاجه على الميكوزا اسمها السب لينجوال بابيلا. هرجع تاني مره اخيره على الدايجرام ده، اسمها ميديال تريجويد من ورا لقدام، ميديال تريجويد. عندي مصل تحت اهي اسمها السب مصل ايه دي كده اسمها السب مانديبولار سليفري جلاند، واللي فوق ده الديب بارت، واللي تحت السوبرفيشال بارت. ماشي، بيطلع لي مين ده؟ بيطلع لي كده الدكت دي كده اسمها السب مانديبولار دكت. وعندي كده نيرف اسمه اللينجوال نيرف، لينجوال نيرف ماشي فوق الديب بارت اوف سب مانديبولار جلاند اهو، ودي كده اسمها السب لينجوال جلاند اللي عامله لي مثلث قائم، دي سب لينجوال جلاند. مش هقول على حاجه فوقها او على الميكوزا بالظبط، اسمها السب لينجوال بابيلا، السب لينجوال بابيلا. عندي 3 مصلز كده تحت خالص، عندي انتيريور بيلي اوف دايجاستريك، فوقها على طول فوق المايلو هايود بتبقى اسمها الجينيو هايود مصل، وفوق خالص المصل الكبيره دي اسمها الجيني جلوسس مصل. وبكده نكون خلصنا الدايجرامات في كله في مديول النيوتريشن، واتمنى اكون يعني سهلت عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.